مرحبا. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة عم بتكون معتدلة بفترة نهار منخفضة ليلا على الجبال، أما الرطوبة فعادية والبحر متوسط الموج حرارة 124. اليوم طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة واختيطة على الجبال بفترة الليل وساعات الصباح الأولى، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 19، على المرتفعات 16، بالبقاع 8 والأرز 5، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 23 ببينو، الهرمل 24، طرابلس 24، بشري 14، البترون 24 وعرسال 23، جونية 24، الرابية 21، بيت الدين 18، صيدا 25، نبطية 21، وسور 25. الرطوبة بتتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح الماء 24 درجة، وسرعة الرياح عم بتكون بين 30 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 19 أقصاها 25، نهار الأربعاء بتتراوح بين 19 و24، ونهار الخميس بين 18 و23. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد إذن 29، عمان 23، دمشق 25، والقدس 20، الجزائر أمطار 18، القاهرة 28، والخرطوم 38، أما روما ف 16، لندن 14، وباريس 10. وهيدا كان كل شي. باي.